ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا. وطبعا اوقات كتير جدا بنحس ان احنا بنواجه صعوبة في التعامل مع بعض الاشخاص، مش شرط يكونوا اتنين كوبل، لا ممكن يكونوا اصدقاء او حتى قرايبك او اهلك. ريد فلاج عامة بنكون محتاجين نعرف معلومات عنه اكتر، وكمان عايزين نعرف نتعامل مع الاشخاص التوكسيك ازاي، وهل هم هيأثروا علينا وعلى حياتنا ولا لا. كل ده هنعرفه النهاردة من ضيفتنا اللي منورانا النهاردة في عيش سعيد، دكتورة نورهان نجار، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك. أهلا اهلا بيكي بيكي، منورانا. ازيكي نورهان؟ تسلمي. الله يسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله اسمحي لي اقول لك بخير. نورهان كده، اه يا حبيبتي احنا عيش طبعا سعيد طبعا. ايوه لا فرافيش لا لا بزياد، تحس ان احنا ضيف طبعا. النادي هم اصلا هي زهقت اصلا من لقب دكتوره دكتوره ايوه دكتوره ايوه لا لا استاذه وكده احسن. مساء العسل. الله يخليك، تسلم تسلم. ربنا يخليك. نبدا بقى ايه، نشمر كده أيوة. وناخد نفس عشان نتكلم على اشخاص كتير. هي سهى مشمره خلقه، مش محتاجه تصوم. ونتكلم عن دول الاشخاص التوكسيك اللي في حياتي. ايوه لا بس انا والله ارحب منهم جدا يعني، ده لذيذ قوي. اول حاجه يعني ايه توكسيك بالناحيه العلميه؟ يعني ايه شخص سام او توكسيك؟ طيب. من ساعة ما قالتها شاكيرا واحنا مش شفناش يوم عيد. لا هي على فكرة هي كفكرة موجودة من بدري، بس هي المصطلح لسه مستجد يعني. هي توكسيك هنا سام بمعنى مؤذي. أوكي. يعني طبيعي أي علاقة أنا بخشها هي بتبقى عبارة عن طرفين. طرف إيه بيدي وطرف بياخد، وتبادل أدوار، ده يدي وده ياخد، ده عادي خالص. الفكرة إن في شوية مشاكل ومتاعب، دي ما فيهاش حاجة. الفكرة إن في حاجات معينة بقى بتبقى موجودة، لا دي مش متاعب الحياة، دي خلاص حاجة كده بتقول لي أنا في خطر. فبتطلع كلمه توكسيك ان انا هموت يعني. التوكسيك دي ما نقول على حاجه حيوان مثلا، عفوا على التشبيه، بس لما تقول الحيوان ده سام يعني مؤذي، يعني لو القرصه منه هتموت. تمام. طبعا انا مش بقول، مش بقارن حيوان او الاكله دي سامه يعني فهتوديه أيوة مستشفى يعني. فنفس الفكره في العلاقات. نفس الفكره في العلاقات، ان انا دلوقتي علاقه مع حد، لا دي مش مجرد متاعب او حاجه هتعدي، لا دي حاجه في يوم من الايام هتدمرني انا خلاص طبعا من كل الجهات بقى. طيب. بس في ناس بتبقى انتي توكسيك زي حالاتي مثلا، اللي هي بتبقى بقى عديمه الاحساس، يعني اللي هو يعني توكسيك ما توكسيكش عادي براحتك والله انت. بص ده توجه في الحياه. يعني في ناس يعني بتبدو كانها مش غير مباليه، ايه عايز تنبسط وتعيش حاجه كويسه، دي حقيقه، دي حاجه كويسه. بس هي الفكره ان في امور معينه في الحياه هتتطلب ان انت بتكون يعني جد شويه. يعني في حاجات معينه مش كل حاجه هتتاخد، مش كل حاجه هتتاخد بطريقه ان انا يعني هقلبها هزار، او انها مثلا هتبقى باخدها بخفه، لانها هتخش في معارك الحياه بقى. مشكلة عند ابني، مشكلة عند بنتي، بتتعرض لتنمر في المدرسة، في انا لو واحدة كبيرة مثلا بنتي بتتجوز او ابني بيتجوز، ممكن يكون في طرف بيستغله، في مشكلة انا صح. فمش هينفع ان انا اقابلها خالص باني ابقى ساعتها بضحك او انا مثلا ماشية الدنيا، لا لازم اخد موقف. الفكره اني ما استمرش في مود النكد، وما استمرش بقى في مود ان انا يعني ايه اكون انا كمان شخص توكسيك وانا مش حاسس. ايوه ما دي بقى أيوة التركه. ايوه نحط ايدينا هنا بقى نخلص بقى عشان في ناس كتير متكسكه ومش حاسه. ممكن ازاي؟ بص اقول لك على حاجه، يعني لازم اكون انا اول حاجه فاهمه ان في حاجه اسمها اضطرابات الشخصيه. تمام. وفي فرق بين تغير الشخصيه واضطراب الشخصيه. تغير الشخصيه يعني انا كنت كويسه عادي جدا في حياتي، بس حصل لي كرب معين، اتعرضت لصدمه مثلا، الصدمه دي غيرت خلاص خالص في شخصيتي، غيرت البناء المعرفي والنفسي خالص. فانا ما عالجتهاش او ما فهمتش انها المفروض تتعالج، فكملت على كده فاصبحت توكسيك وانا مش حاسس. يعني اتعاملت مع شخص توكسيك مثلا وصدمني في حياتي ايا كانت، فخلاني انا كمان اتعامل مع الناس بطريقه توكسيك وانا مش حاسه. بصي اقول لك على حاجه، مش شرط حتى اكون قابلت شخص توكسيك، الفكره ان انا اتعرضت لقرب معين، مشكله، اتصدمت في حاجه في الحياه مثلا، وقعت في ازمه وما لقيتش حد أزمة جنبي، ماديه وما لقيتش حد جنبي، بالعكس انا لقيت ناس بتذلني وناس ايا كان القرب، هو غير ناحيه حاجه في شخصيتي بس مش كويسه، فخلتني واحد مش انا مش حاسس بنفسي. أيوة انا نفسي بعمل كده، او ان في اضطراب شخصيه. اضطراب شخصيه بقى ده مختلف، اضطراب شخصيه مختلف عن التاني في التوقيت، يعني انا زي بقول كده التغير الشخصيه بيحصل نتيجه كرب في الحياه، ممكن اصلا اتغير وانا كبيره وانا كهل، ممكن وانا عندي 30 40 يعني. حد شيزوفرينيك يعني ولا مالهاش دعوه؟ لا 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 دي حاجه ثانيه، ده الفصام ده حاجه ثانيه، بس اللي اقصده هنا ان اضطراب الشخصيه بيبدا من الطفوله. يعني مثلا في حاجه اسمها الشخصيه المضاده للمجتمع، دي بتبتدي من الطفوله اصلا، مدرسه ابتدائي. والنرجسيه اعتقد ان هي بتبتدي من الطفوله برضه. بص كل الاضطرابات لا 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 حاله هنا ممكن حاجه تعملنا النرجسيه دي حاجه جميله عمليه على الهواء تعالجيه انواع الشخصيات. لا انا عندي كتير في حياتي شخصيه، بس اقول لك على حاجه، حياتي نرجسيين، عايز اقول لك بقى على حاجه بس طيبين جدا. ان النرجسي احنا بنتكلم المصطلح ده شائع،
على فكره احنا بنقوله بهزار، مش كتير قوي زي ما انت متخيل كده، لان ده في صفات كتير صعبه جدا جدا. احنا ممكن نكون حد قدامنا فيه علامه او علامتين، ممكن يكون في نرجسيه بس بدرجه خفيفه ممكن نتعايش معاها، انما لا، في ناس معينه اضطراب الشخصيه النرجسيه اضطراب قوي. ولما اقول على حد نرجسي، نرجسي بمعنى عنده اللي هو اضطراب النرجسيه، ده بيبقى عنده مشاكل خطيره وبيبقى يعني دي من الشخصيات اللي صعب جدا تعيش معاها. فهي الفكره برضو، نفسي لما حد بيسمعني ما ياخدش الكلام يوم بالمسطره بقى، زي ما انت عامله. أيوة. معقد واحد معقد ده حاجه كبيره، النرجسي ده حاجه اصلا. أيوة. المصطلحات الدارجه. أيوة. والسنه اصلا انت ندل. لا كلمه ندل دي كبيره يعني. لا لا بس كلمه ندل دي مش كبيره، دي لا نرجسي اسوء. نرجسي بس هو مركب من مجموعه صفات معينه. وانا ما اقولش على حد نرجسي غير ما تستوفي كل الصفات دي، وغير كمان لما اشوف اثر علاقته بيا دي عليا انا. يعني في علامات معينه بتقول لي، اللي هي اللي كنا بنتكلم عليها قبل الحلقه، الريد فلاجز. الريد فلاجز اللي هو انا لو لقيت الحاجات دي، لا بسرعه بسرعه لازم يكون في اكشن، لازم. اكيد. اللي هي زي ايه مثلا؟ ان انا بلاحظت ان انا عمال انا مستنزفه نفسيا ومخدره عاطفيا، اللي هي ايه اللي انا بقول الكلام التقيل ده مش تقيل، اللي هو بمعنى انا عمال اخد منه خيبات ورا بعضها كل شويه. صدمات. عماله يخذلني كل شويه، عمال يعمل معايا مشاكل، واسلوبه كمان فيه مراوغه، يعني يقرب مره ويبعد حبه. فاللي هو يعني انا بالنسبه لي، مش بالنسبه لي انا، الصح ابعد خالص افضل. لكن ما تقعدش تيجي وتروح ومعلقني او معلقاه يعني. تمام. وقاعده عماله اجري بلهس وراه، عماله ادي ادي ادي. انا لسه كنت قلت في اول الحلقه، علاقه يعني اتصال بين طرفين. يعني حد بيدي وتاني بياخد، ويتبادلوا الادوار. صح. معادله كده انعكاسيه. تمام. ما ينفعش معادله في اتجاه واحد بس. هو ده مش بس في العلاقات اللي هي الشخصيه الكابلز، لا حتى بين الصحاب، بين القرايب، لازم يبقى فيه تبادل. هاد خد او العطاء يبقى من الناحيتين، ما ينفعش يبقى من ناحيه واحده، لان الطرف الثاني هيحس ان هو انا مستنزف زي ما قلت. هي دي اللي بقولها بقى، هي المفروض تاخد بالها او ياخد باله ان انا بس عمال ادي ادي ادي، ما باخدش اي حاجه خالص. الحاجه الثانيه، بفقد طبيعيتي وتلقائيتي. اللي هو بتطفي كده، عايزه يقول الست بتطفي بعد علاقه مش سويه او كده. هي دي كمان، غير اني بطفي. لا هي طبيعي، اقصد بيها هنا ان انا مش عارفه اقول كل اللي جوايا، لانه هياخد كلامي وهيصنفه، ممكن يتنمر عليا بعد كده، ممكن يعايرني بحاجه. مش من باب الهزار كمان، ده هو يعني هيعايرني، بمعنى هيمسكها زله ليا في موقف تاني هيطلعه. تمام. حته بقى الطفي دي جايه من ايه؟ ان هو طول الوقت حاسسك ان انت مش كفايه. تمام. فطبعا ده بينعكس عليا ان انا ثقتي في نفسي وتقديري ذاتي بيقل. صح. فثقتي بنفسي هتبتدي تقل، اخش بقى في الدوامه اللي هي ملهاش اخر دي للاسف. طب نورهان، عايز اسالك على موضوع لذيذ جدا، وهو اظن ناس كتير قوي بتتفرج علينا، ما فيش حد ما دخلش علاقه مثلا كانت توكسيك، او صاحب صحاب توكسيك، او مثلا اهله، للاسف ساعات الاهل بيكونوا طبعا التوكسيك. ازاي بقى انا كانسان احافظ بقى على نفسي واطلع من العلاقه التوكسيك، يعني بعد علاقه توكسيك؟ تمام. ااهل او ارجع نفسي، اصالح نفسي عليا ازاي؟ ممتاز. حلو السؤال ده جدا. بص، انا اول حاجه في علاج اي حاجه الادراك. اني ادرك ان هناك مشكله، كنت لسه بقول من شويه ممكن اتقلب توكسيك عشان انا ما عالجتش اصلا اثار الصدمه اللي انا كنت فيها. صح. وسبت نفسي لانفعالاتي، ولقيت نفسي بتصرف زي الازوني. تمام. او فسرت بطريقه غلط فيها تشوه معرفي، او فيها يعني طريقه فسرت فيها تشويه، فبالتالي طلعت نتيجه في التصرف غلط تماما. فانا المفروض هنا ان اول حاجه انا بدرك، انا واضح ان في مشكله. طب ايه اللي يخليني اعرف ان المشكله؟ العلامات اللي كنت بتكلم عليها انا ما كملتهاش، بس في كذا علامه المفروض اكون انا عندي وعي بيها. كده خلاص ادركت، عندي وعي. دي على فكره مش نص الحل، ده ثلاث ارباع الحل. حلو. ان انا بعرفه ان في مشكله، الحمد لله. كده شخصت. طيب الخطوه اللي بعدها خطوه القرار، ودي بتبقى صعبه بالنسبه لناس كتيره قوي. يعني ده حقيقي، برافو. خطوه القرار دي بقى عشان هي صعبه. فانا اول حاجه بعمل، وفي ناس تاخد القرار وما تنفذوش برضه، يعني دي برافو. ما انا جايه في الكلام هي فكره، ان اول حاجه اني بعزز الفكره. انا عشان اخد قرار ويتقلب معايا السلوك، لازم اول حاجه الفكره اركز عليها. اني فكره؟ فكره المشكله، فكره اقعد اركز على الحته السلبيه اللي اتصدرت لي بالمشكله، واللي انعكست عليا وعلى سلوكي وعلى حياتي وعلى الطفيه اللي كنت بتتكلم عليها. فاقعد كل شويه كده حطاها، اصل انا لو هربت المره دي وقلت اطنش، الموضوع هيكبر اكتر واكتر واكتر. وهنوصل لمرحله سد. وانا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل لي. اصل عايز اقول لك، ده ممكن تخليكي تنتحري يعني. في ناس للاسف. تمام؟ بيحصل كده. بالظبط. وايه السواد ده يا جماعه؟ هو في انت يا اما كنت تكون عندك قوه شخصيه انف انك
انك قادر تتخطى، في ناس ما بتعرفش تتخطى واعرفهم شخصيا يعني. انا عايزه اسال حضرتك على حاجه. اكتر الناس اللي بتجيلك عندها اذى نفسي من علاقه معينه وبتيجي تستشيرك، الاكتر منهم رجاله ولا ستات؟ بصي على حسب نوع الاضطراب. انا يعني الاكثر حقيقي عامه سيدات، بس في اضطرابات مثلا بتكلم على اضطراب الشخصيه النرجسيه، هي بالاحصائيات اصلا هي موجوده عند الرجال اكتر، وده بدون يا جماعه تعرض ولا اي حاجه بصراحه. لا دي انا مالي، دي احصائيات انا مالي. احصائيه وتجارب، وانا حتى بيجيني مثلا شكاوى واستشارات تمام. فهي موجوده طبعا. بتبقى مثلا ست بتشتكي من ان جوزها طول الوقت شايف نفسه او شايف ان هو احسن حد في الدنيا. خلي بالك ان النرجسي دخلته حلوه قوي، يعني دخلت النرجسي ما هي دي مشكله فعلا، بيبقى مبهر مبهر جدا ويعني انيق كده في الدخله يعني. يعني هو يعني بيحاول ان هو يلفت نظرها من بدون هجوم، بالراحه عشان تحس يحسسها من جواه ان ده شيء طبيعي، ان هو مش بيهجم الهجوم اللي هو انا موجوده اهو، لا انا طبيعي خالص، بس انا بس يعني انا فظيع وما حصلتش ومفيش مني اتنين ومحدش هو غالبا بيبقى كاريزماتيك شويه يعني، بيسحر اللي قدامه يعني شكلا كده. بيبقى اولا معتمد على شويه مظهره الاناقه، مش بص عشان بس الكلام ما يتعممش يعني، يا ريت ما حدش يفهم ان اي حد مثلا شكله كويس او بيلبس كويس ان هو كده ده مخادع، لا طبعا انا ما بقولش كده خالص، بس انا بتكلم على نمط شخصيه النرجسي او سايكوباتي اللي هي النمط اللي هي الصعبه دي، بتبقى بتعتمد في البدايه يعني مظهرها يعني جذاب او طريقتها جنتلمان قوي، ولو سيده بتبقى يعني ليدي قوي 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 قوي، ده مش عيب، بس هو يعني بالنسبه للشخصيه دي وسيله تمام. فهيبتدي ان هو بعد كده يخش في المرحله اللي بعدها اللي هي المرحله بتاعت ايه بقى، خلاص حس ان قدامه يعني اعجب بيه وضمن ان هي بدات اتشدد، يخش بقى في الميمو فورمنج. ايه الميمو فورمنج دي؟ اللي هي بكون ذكريات. يعني ايه بكون ذكريات؟ بعمل ايه وده بجيب بقى ولا وغدا بره واعمل لك الارض تخينه ولا انش سفينه يعني بتحس بقى ان هي طايره في السماء. خلاص وطايره في السماء هيهبدها دلوقتي على الارض. بقول لك ايه، ده هتهبد حالا يعني، هتنزل على الارض حالا. طب نورهان انت كنت قلتي على حاجه بعد القرار اصعب مرحله، في أيوة حاجه كويس عشان نكملها. احنا بنتكلم على عشان ناس كتير قوي بتتعارض مش عارفه تتخطى يعني. هم عامه انا باجي اقول ان انا بتعافى بيبقى عباره عن خطوتين، انا بصنفها بقسمها لكده، الادراك زي ما قلت، تاني حاجه القرار. القرار ده عشان يتم ويتنفذ لازم يكون النيه بتاعتي قويه جدا. نيتي قويه بتيجي عن طريق الفكره، بركز على الفكره، فلما الفكره اقتنع بيها جدا هتتقلب من تلقاء نفسها لسلوك. خلاص انا ما عدتش متقبله ده، فانا اوكي لازم اعمل خطوه. طيب اعمل ايه؟ اولا لازم اتاكد ان الشخصيه دي فعلا سامه، اتاكد فعلا ان مفيش فيها خلاص مفيش حيله مفيش اي حاجه، ان انا مش هقدر ان اعمل معاها حاجه تاني. المفروض لما اتاكد الشخصيه دي توكسيك فعلا، افضل حل الترك. تمام، مع السلامة. افضل حل الترك. انا بقول هنا لازم نركز يا جماعه عشان محدش يسمعني وبدور ياخد اي علامه، لا الموضوع بيبقى فيه مقابلات وبيبقى فيه حاجات كتير جدا بنسال عليها، ولازم تقروا وتسمعوا وتفهموا حاجات كتيره جدا في الموضوع. طيب بترك، طب وبعد الترك اعمل ايه؟ طب انا هقعد فاضي وممكن يحصل لي انتكاسه. بالظبط، ارادتي لوحدها مش كفايه، فانا هعمل ايه؟ طبعا اول حاجه المفروض بقرب من ربنا عشان ده قوه عليا، المفروض ان هو هيساعدني ويعمل البوش ده، وزائد ان انا اسعى بقى. اسعى بقى بمعنى ايه؟ انا بقول عليه ان انا بعمل حاجه اسمها الانشغال الفعال. ايه الانشغال الفعال؟ يعني الاهم من ان انا اقعد فاضيه او ان انا اشغل نفسي، اعمل لنفسي حياه. برافو عليكي. وحياه مش ان انا بهلك نفسي معلش بلف في ساقيه، لا 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 خالص. انت بتعملي حلم جديد، هدف جديد، بتستبدليه تماما. يعني بعمل حاجه حلم تاني، مش انت كنت حلمي وكنت انت كل حاجه قايمه عليك انت، طب انا بقى عندي حلم تاني خالص ويمكن اقوى منك اصلا. فابتدي انشغل بيه يعني احس ان حياتي ليها معنى وليها هدف. يعني انا وانا قايمه من النوم الصبح كده ابقى قايمه حاسه ان انا فرحانه عشان النهارده رح اعمل كذا حاجه معينه، الحاجه دي هتفرحني وهتقول على نجاحي. ونجاحي ده مش مقياسه المجتمع على فكره، مقياسه ان انا اكون راضيه وسعيده وحاسه ان انا محققه نفسي. اللي بيحقق ذاته والنجاحات ترو النجاحات هي بتدي ثقه بالنفس كده. طبعا حاجه برضو مهمه ان بيقول عليها احرق مراكب العوده. يعني ايه؟ يعني بلوك بلوك. ايوه والله للاسف هي كل اتصال هي لا هي. وقبل ده ان انت ما تبقيش بتتابعي اي حاجه تخص الشخص ده مش معركه لا يعني مش بس ان انت البلوك ده مش انا حاسه ان البلوك ده حاجه لا بصي هقول لك اقصد ايه لا هيبقى بلوك اي حاجه توصلك بيه يعني بلوك نفسي اوكي لكن بلوك حاجات كولز وكده انت كده ضعيفه لا بس ورا قدامك على السوشيال ميديا على طول انت متابعه ورايحه فين هو جاي منين هو متابع
لا طاعي كل حاجه من جذورها. لا انا قصدي مثلا لو انا شخصيه قويه وقصد ان انا ما ان الشخص ده خلاص انتهى من حياتي، هو مهما تليفوني بيرن انا ومش شايفاه. بصي اقول لك على حاجه، اللي بيخرج من علاقه توكسيك او علاقه صعبه ما بيبقاش قوي زي ما انت متخيله كده وقتها. بالعكس بيبقى مشوش التفكير جدا، مش عارف يعمل ايه. ومهما حسيتي انك قويه، اصل هقول لك على حاجه، من صفات اصلا العلاقه المؤذيه ان هي ادمانيه. عارفه يعني ايه ادمانيه؟ يعني مهما كنت عارف ان الحاجه دي غلط انا مش عارف اوقفها. تمام؟ ادمان دي حاجه اسمها تروماتيك بوندنج ريليشن شيب، حاجه كده يعني ليها علم معين بيتكلم عليها، ان انا دلوقتي شخص عارفه انه بيأذيني ومش عارفه اسيبه. متلذذه بالحاجه دي، زي اللي يعني هو عارفه بيقول لك ايه؟ كيف. اللي ايوه اللي بيحب الجاني. ايوه بيتعاطف مع اسمها متلازمه ستوكهولم، اللي هو بيتعاطف مع الجاني. كيف. تمام؟ فطيب ما هو دي علاقه ادمانيه، فمعنى كده ان انت التوكسيك اللذيذ ده. شفتي؟ التوكسيك العسل ده. هي مش قوي التوكسيك، ما عشان كده التوكسيك محبوب فعلا. طب عشان كده البنات عامه بيتشدوا ليه للراجل الباد بوي، تقول لك انا احب الباد بوي. بالظبط بالظبط. ممكن يبقى باد بوي بس مش توكسيك يعني، وانتوا في ايه؟ وانتوا كل حاجه ده انتوا جايين علينا. لا او امشي انا دلوقتي يعني. هو في ايه يا توكسيك؟ في توكسيك راجل وست. طب انا عندي السؤال. ايوه في ستات توكسيك جدا على فكره. لا طبعا ما فيش ستات توكسيك. لا في في انقح من التوكسيك، في اتاكسيك من التوكسيك، بس يعني مش هنخش في الحته دي دلوقتي. مش هنخش في برو بلس. ايوه انا عندي سؤالين. اتفضل. اول سؤال، انت بقى بتطبقي ده في حياتك؟ بص اقول لك على حاجه، عشان انا عارف بقى بوق بتاع باب النجار مخلع ومش عارف ايه، اصل دكتور السنان سنانه وحشه، ودكتور الدايت بكرش ومش عارف ايه. طب اقول لك على حاجه، انا بحب قوي السؤال ده، وبحب قوي ان كل شويه اكد على المعلومه اللي انا هقولها كمان شويه. دي معظم اللي داخل المجال النفسي بيبقى كان في الاساس اصلا بصرف النظر عن انه شغفي وكل الكلام ده، كان بيحاول يحل مشاكله. صح. تمام؟ فيعني انا بقول الكلمه دي عشان احنا بيشوفوا الناس اللي بتاعت التطوير الذاتي والصحه النفسيه ان هم المفروض يكونوا جناح، يعني ليهم جناحات وبيطيروا في السماء. لو شافوهم متضايقين او قاعدين مكشمين متوترين من الامتحان، ايه ده ايه ده، انت مش بتاعت التطوير الذاتي، الكلام ده غلط تماما. احنا بني ادمين مش مكنه. انا انسانه. هي الفكره ان انا ما ينفعش اقول حاجه انا مش مقتنعه بيها. تمام؟ أيوة. وعلى قد ما اقدر بحاول. انا وانا بحاول غلطت في حاجات معينه، ايه يعني ايه المشكله؟ انت شفتني عينك جت عليا وانا في الغلطه دي، انت حر عن نفسك. انما انا كنفسي كواحده مثلا في التخصص ده، انا اول حاجه اعملها ان انا بستفيد. اوكي. تمام؟ فمش ممكن، مفيش حاجه اسمها واتحدى ان يكون في حد يعني في التخصص ده وما قابلوش المشاكل اللي انا بقولها دي، او ما كانش عنده تجربه صعبه وطلع منها. على فكره ابرز الناجحين في كل المجالات، ويمكن على المجال النفسي بصفه يعني خاصه، شوفي قصصهم، شوفي الاسامي بقى الكبيره، هتلاقي عندها قصه مأساوية جدا جدا. وانجح ناس برضو مروا بتجارب سيئه في كل جدا في كل حاجه. فطبعا انا بقول طبعا مريت وبحاول اطبق على قد ما اقدر، ولسه بغلط ولسه بعافر ولسه انا باخد كورسات دلوقتي رغم ان انا معايا تخصص وبكمل وكل حاجه، بس ايه المشكله؟ بطور من نفسي. كلنا لازم. الواحد اللي لو وقف بالزبط. اللي هو فيه هو ما طورش ولا عمل صحيح. اي حاجه. ده صحيح. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى، سؤال على ارض الواقع بقى. طبعا دلوقتي العالم كله متبهدل ب60 نيله. مش هنضحك على بعض. ايوه طبعا. العالم كله حاله ما يصرش، حاله وحش جدا، خصوصا من الناحيه الاقتصاديه وبتاع مش عارف ايه. فاصلا الطبيعي ان انت العادي في اي قاعده دلوقتي الناس كلها بتشتكي. ده حقيقي. انا اعرف منين بقى ده توكسيك ولا مش توكسيك؟ وانا اعرف منين؟ انا اصلا بزهق. مش يعني انا من الناس، انا رايحك خالص، انا من الناس لو قعدت مع واحد مره في الثانيه وفي الثالثه وبيشتكي اقطعه تماما. مش يعني مش مثلا اديله فرصه، اصل مش عارف ايه، اصل الظروف، ببعد عنه تماما. يعني وليه كده؟ دي ده تاريخ في حياتي بعمل كده مع الناس يعني. فهي دلوقتي الناس كلها بتشتكي، طب انا هعمل ايه؟ طب انا هقول لك حاجه، ومين قال لك ان التوكسيك اصلا شرط يكون شكاي؟ ما هو ده بالنسبة لي أنا توكسيك. لا توكسيك بالنسبة لبوب ده توكسيك قوي. طب أقول لك حاجة، في معايير خاصة خاصة بكل بني آدم. ماشي. يعني أنا ممكن يكون توكسيك بالنسبة لي في، يعني لما تيجي تشوف معايير التوكسيك، الشخصيات السامة أو اللي هي فيها اضطراب كتير. ماشي. ممكن واحدة أسمعها هي دي توكسيك، مش توكسيك خالص، بس بالنسبة لحد تاني توكسيك. يعني في بعض أنماط شخصية بيبقى فيها حتة إن هو بيشتكي، زي النمط الشخصية الاكتئابية. مش المكتئب، في فرق. اللي هو صنفور غضبان ده. ايوه. اللي هو يعني دايما لابس وش حزين وشكاي سلبي جدا. مش ممكن. تمام. ما بقوا كتير. ما هو ده اللي انا بحاول اقوله. تمام. لا هو ده مش، هو ده مش توكسيك، ده اللي هو متعب. مقرف. ومنفر. تمام. وفي بيخش احيانا في بعض شخصيات يعني تبع التوكسيك، بس على فكره التوكسيك اصلا الاصلي مش شكاي.
طيب انا اتعامل مع ده ازاي؟ لا هو بيدي على طول التوكسيك. لا انا عايز اعرف بس عشان انا متاكد ان في ناس كتير دلوقتي بتتفرج زهقت من الناس اللي بتقعد تشتكي. ما احنا ما هي هتعمل ايه؟ هتغير يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو حد قاعد بيشتكي لك، طب ما تقطع كلامه او تخش في حوار تاني او اصلا تجنبه، دي ابسط حاجه. ما تاخدش طاقته يعني. يعني انت ما تعمل بارير كده بس زي الفل. اصل اقول لك على حاجه، انت مش مضطر مش مضطر ان انت تفضل تكمل معاه كلام عادي. هو اصلا مجرد ما يحس انك مش مهتم كده يعني بلغه الجسد، او انا ضد ان انا ابقى حد بيكلمني وما احسوش ان انا مستمع ليه. بس برضو في علامات معينه بتوضح ان انت متضايق. النفخ بيبقى جميل قوي. متململ. مش لدرجه مثلا بتبص حواليك. احنا انا ضد والله ان انا ارمي ذوقي على حد، بس هي الفكره اني انا هفهمه بشكل ما ان دي حاجه بتضايقني وهقول له مباشره عادي. انا بفضل الثانيه دي، انا بقول على بس طول بس كده يعني خلاص. انا طب نور هنا انا عايزه اسالك على حاجه. فضل. ماذا لو الشخص التوكسيك ده شخص انا ما اقدرش اطلعه من حياتي، حد من الفاميلي مثلا؟ ايوه بصي سؤال برضو حلو جدا يعني. مش كل الناس هينفع نطلعها. بصي بالذات من الفاميلي بقى اللي هي الاب والام والكلام ده، انا دايما بقول دي عمرنا ما ينفع ان احنا نطلعهم ولا نعملهم بطريقه معينه. لا خالص يعني. على قد ما اقدر يكون ليا انا عالم موازي. تمام. يعني دايما بقول اصلا انا مش هتبقى واحده واختها او لا او حماتك هتأقلم. او قرايبك مثلا. بصي هتأقلم. هركز على الايجابيات معاهم ودي اللي هكتر منها، وهخلي لنفسي على جنب. انا دايما بقول كده عالم موازي. عالم موازي ده في العالم اللي انا اللي كل مكوناته حاجات انا بحبها وبتاثر فيها بشكل ايجابي. يعني بروح مثلا يعني بقول لها ايه، لو حد بيقول لي نفس الشكوى دي بتسمع عليها فيديو. لو حد بيقول لي الشكوى دي بقول له شوف صحاب جداد، روح نوادي، روح مجتمع معين يكون فيه الافكار بالزبط. طبعا الافكار بتاعتك انت ودي معاهم وقت، فلما تيجي انت كده خلاص عندك مناعه نفسيه ضد اللي بيحصل ده، فهتعرف تتعامل مع التوكسيك اللي انت مضطر تتعامل معاه. هتعدلي عارفه مش هتتعامل انت هتعدلي. مش كل ملوحه ملوحه، لا لا، في حته كده بتخلي الكفه تتظبط. فاهمه انا اقصد ايه؟ لكن طبعا ما ينفعش الاهل اغيرهم ممنوع ولا اعاملهم وحش حتى. بقى ايه ده ابوك هتغيرهم يعني؟ الدفر ما يطلعش من اللحم زي ما بيقولوا كده. ايوه اللي انت بتقوليها. ايوه. طب نورهان سؤال برضو بقى، الناس اللي داخله في علاقه او خلاص قربت ميعاد فرحها او في خطوبه، لان انا بشوف الخطوبه دي معموله عشان العادة عشان تتفركش. معموله عشان بالظبط والله هم عملوها. أيوة ليه؟ ايوه اسمها ترايل بيريد. بالظبط. اي برنامج بتجيبيه تجربيه 30 يوم وبعد كده لو ما نفعش خلاص يعني فنفس الفكره. مش عيب. لا طبعا. ايه بقى الحاجات اللي شفناها؟ 1 2 3 4 اجري يا مجد كده، اجري وهات ناس معاك تجري. بصي هي اكتر حاجه ان انا ده مش هحكم عليه من اولا مش هينفع، ما ينفعش احكم عليه من قعده ولا من خروجه واحده. انا بحكم عليه في انماط كتير، وتكون مسافه الخطوبه مش طويله قوي ولا قصيره يعني قوي. انسب وقت تقريبا يعني قرب سنه. قرب سنه ما ينفعش يبقى حد انا ما اعرفوش خالص يعني، حتى ما كانش معايا في شغل ولا من عيلتي ولا معرفه وجاي لي عادي اخليها زي خطوبه الصالونات. ليه ده صالونات ده جميل ده؟ لا ازاي بقى الصالونات دي؟ الصالونات دي بص لك انت وحظك كويسه جدا على فكره، ماني والله انا بعترض على الاسامي، ان انا اهم حاجه ان انا الشخص ده تقبلته. صالون بقى في الشارع ما اعرفش، بس هي اهم حاجه ان انا الشخص ده انا شايفه ان هو يصلح لي زوج، وانا عندي قبول لي، مش هقول لك حب، قبول، عندي قبول نفسي ليه وفكره ودماغه ماشيه معايا. المجتمع ممكن يكون شايف اتنين مناسبين لبعض، اتنين مركزهم شبه بعض اجتماعيا، نفس المستوى المادي، مش عارف ايه، ده المجتمع. انا بقى لما اقعد معاه معايير الخاصه هو ماشي معايا ولا مش ماشي. مظبوط. تمام. طيب دي هي يعني مش ريد فلاكس. بمعنى ايه؟ بصي لما اكون انا المعايير الخاصه متضاربه مش شرط تكون ريد فلاكس، بس هو مش مناسب. عارفه ان في احيانا بتبقى العلاقه مؤذيه مع ان الاتنين مش مؤذيين اصلا. بالظبط. بس احنا من كتر ما احنا مش عايزين لبعض مش نافعين مع بعض. مش نافعين مع بعض. دي حاجه، ده حلقه ثانيه بتكلم عن معايير اختيار شريك الحياه، ان انا اعرف قيمي وطموحاتي واهتماماتي ودماغه هو شبه دماغي ولا لا، مش هتكلم على دي. لكن احنا بنتكلم على جزئيه الريد فلاجز. في صفات معينه يعني انا بشوفها لو اتوجدت في الطرف حتى راجل او ست، لو موجوده كارثيه زي البخل. دي كارثه سوداء. بس هو في ميزه انه بيبان. ده بيبان من اول لقطه قوي بيبان قوي. يعني النرجسي بيداري نفسه. البخيل لا. صح. بيبان ازاي؟ مفضوح. لا البخيل لا بيبان في الخروجات وفي المناسبات. لا 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 اساليني انا، لا في بخله دكاتره صدقني دكاتره
كل بص هيبان يعني هيبان. البخيل كمان بخيل في مشاعره بالزبط. مش بس في الماديات بخيل ومشاعره لا والماده بتقرصه قوي وهتلاقي كل مدى بيتحجم. انا قلت ما تحكموش عليه من مره انا عشان كده قلت سنه كفايه. ايوه لا هيبان هيقع هتلاقي في مناسبات كتير عيد ميلادي مش عارف ايه عيد الام ما اعرفش كذا وانا الاصول بالظبط حاجات مش بيعملها يعني بيتهرف وقت مثلا مناسبه معينه مش مره لا ده 2 3 المجال بتاعته لا تتناسب مع مستواه واحنا مش احنا هنا مش داخلين عشان يجيب لنا بس بيبقى في مناسبه. انت طلبتي بطاطس عارف انت طلبتي بطاطس وانت تاكليها اللي جايبه مش قد مستواه يعني فهماني يعني انا ممكن يكون حد مطلع 10 جنيه مديها لي هي دي انا مش عايزه منه حاجه بس لما جت المناسبه انه يطلع يعني اكتر حاجه عنده ما استخسرش فيا حاجه بس كده بالظبط يعني. وفي حد ممكن يدفع 1000 بس هي بالنسبه له ولا حاجه وانا مش بتكلم هنا على فكره ماديه انا بس لا وحتى بتبان يعني لو ده اتعمل معاكي فهو انت بقى بتشوفي تفاصيل ثانيه مع الناس حواليكي بالظبط عشان ساعتها ممكن لو توكسيك بقى وبخيل الاثنين بقى هيبانوا مع بعض هو بقى بيمثل معاكي كل الحاجات بس انت تشوفي في تفاصيل ثانيه بتعمل فيها مع الناس. البخل ده بقول لك هو ميزه وعيب في نفس الوقت. انت بتقفشيه وهو اصعب صفه بس انت بتعرفي تقفشيه بسرعه مش ما فيش فيه صعوبه صح. الحاجه الثانيه بقى ان انا احس ان انا مش على طبيعتي معايا كنت لسه بتكلم عليها على فكره دي في بين صحاب وبين اتنين متجوزين او بين اتنين مرتبطين ايا كان يعني مرتبطين مخطوبين يعني هتحسي دايما ان انت مش على طبيعتك بتتجملي في كل حاجه مش اللي هو من باب بقى ان انا يعني عشان بنت احب ابقى شكلي حلو لا ما اقصدش كده ما بس ده بتاع الخطوبه عامه هنا في مصر عامه عشان كلهم بيبوظوا ما انا لسه انا بقول بيمثلوا على بعض كلهم والله حلو بص كويس انت قلت خدي ايهاب معاكي والنبي كويس انت قلت لا انا بقول حقيقه على فكره ايوه لا انت كل واحده تيجي تمثل على ده وده يمثل كل واحد يعمل لي فيها ابن ناس بيمثلوا على بعض يعني ومش هعمم بس فعلا هي دي مشكله انا لازم اكون صراحه معاه في عيوبي لازم شويه ابقى اظهر من غير مكياج ومكياج هنا مش قصدي بس شكلي يشوف عيوب حقيقة انا عندي صفه معينه حتى يشوفني وانا عصبيه يشوفني وانا هو احنا مش هنعمم بس كويس. هي بنسبه كبيره جدا 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 بالارقام يعني الناس اللي بتتجوز قدام عدد الناس اللي بتطلق في مصر طلاق أكتر. فبالارقام عادي ممكن تعممي عادي مفيش اي مشكله تماما يعني بالارقام لا طبعا الناس كلها اصلا بتستعجل وكله بدري وكله انا الحق دلوقتي عشان لما اكبر الفرق هيبقى بيني وبين عيالي مش عارف ايه فمفيش خبره ومفيش اي حاجه ده حقيقي احنا وهي عايزه تهرب من البيت مفيش وعي مفيش اي حاجه يعني انا بحس دلوقتي يعني في دايما نقول في اخطاء الزوج الراجل بيرتكبها وهو جاي يتجوز في اخطاء برضو خاصه بالست من ضمن اخطائه ان هو ممكن يكون شكل اجتماعي ممكن يكون حاسه اتاخرت في سنه واللي جنبي بيتجوزوا مش جاهز يا دكتوره بيقعد يقترض ويعمل ويسوي وبتاع عشان ضغوطات الاهل طب ممكن يكون الماده موجوده والاهل موجودين وهو مش جاهز تمام ممكن يكون اصلا في نمط شخصيات معينه لو برضو في بيقول عليها صعب التعامل معاها او صعب تتجوزيها او صعب تتجوزها زي شخصيات برانويه لو انا حاسه ان ده برانويا شكاك صباح الخير ايه ده شكاك ولا ستات يعني والرجاله لا والرجاله لا والله الشكاك دي يعني لا واحنا الشك فينا حاجه بالفطره يا عزوز الشك فينا لكن ربنا يهدينا شكوا عدم ثقه اللي هو انت اللي هو بتكلمي مين ليه صوري نفسك انت في البيت طب صوري لي نفسك وهقولها بطريقه برضو لطيفه لحد ما في مره وحشتيني عايز اشوفك مش قصدي وده متكرر يعني. كل حاجه شكلها وبعدين يقول لك لا صوري نفسك كنت عامله رقم 3 مثلا صبرخ مثلا تصوري بقى كل شخصيه نرجسيه يعني في شخصيات معاها صعبه شخصيه ادمانيه ده مش مدمن مش قصدي مدمن مخدرات ده غير مدمن مخدرات طبعا تخش فيها بس شخصيه ادمانيه يعني عاشق اللذه هتلاقيه دايما يخش في اي شغلانه يوصل لحته معينه وما يكملش انا وصلت اللي انا خلاص جبت حلاوتها انا بصيت لك انا شخصيه ادمانيه فعلا انا ما لقيتش نفسي بعمل كده هو ده والله تلقائي جدا طيب على فكره كل انماط الشخصيه احنا فينا منها ماشي مبدئيا ما ينفعش احكم على نفسي انها شخصيه كذا غير لما اشوف كل حاجه وبالتكرار يعني لو اتقال عليا ادمانيه عادي شغال مفيش مشكله يعني بالعصبيه لا العصبيه دي مش حاجه مصريه دي مش اضطراب يعني ده حاجه داخله في انماط الشخصيه مقبوله بس الفكره بقى الطرف الثاني مقبوله لاي حد يضرب او يشتم هادي بص اقول لك على حاجه دي بتختلف من ست ست ومن راجل لراجل انا مثلا شخصيه عصبيه ما ينفعش معايا عصبي
تمام. عصبيه دي بمعنى مش مرض. ده حاجه ان انا شويه بس مستفز بس نورهين في عصبيه بترتبط بالتربيه. يعني انا ممكن يكون الشخص اللي قدامي عصبي جدا بس عشان هو متربي ما ينفعش يمد ايده وما ينفعش يعلي صوته بطريقه معينه هو ده اللي بيحكمه. لكن في الاخر كلنا بنتعصب وكلنا بنوصل لدرجات من العصبيه بنبقى مش قادرين ومش بس في الاخر التربيه هي اللي بتحكمنا برضو. طبعا تربيه وجينات. تربيه وجين في عامل وراثي وفي عامل خاص برضو بالمكتسب. نورهين انت نورتينا والله. انتوا الاثنين والله انتوا الاثنين كلامها حلو وموزون ومترتب ما شاء الله. وعارفه سردتي كل حاجه بالطريقه بسيطه وسهله. كان نفسي اقول اكتر والله. لا في حلقات كتير عشان معايير اختيار شريك الحياه دي برضو عايزين نعمل عليها باذن الله. ميرسي يا نورهين نورتينا حبيبتي. نورتي عيش سعيد وان شاء الله نشوفك مرات كتير تاني ان شاء الله. شكرا يا فندم. تسلم والله افدتينا جدا. الله يعزك بجد والله العظيم. وعايزه بتكلم معاكي شويه بعد الحلقه على موضوع النرجسي ده عشان عندي 3-4. طيب زي وانا متاكد ان هم نرجسي. ترلالي في واحد فيهم انت تعرفيه. اوكي ماشي. بشكر حضرتك جدا مره ثانيه وبشكر الناس اللي بتتفرج. يا رب تكونوا استفدتوا عرفتوا ازاي تتعاملوا مع اي شخص باي الحاجات اللي هي الاساسيه. يعني اكيد في لسه اضطرابات واشكال ثانيه هنوصل لها قريب بس يعني هتستفادوا ان شاء الله. ان شاء الله ماشي ماشي. السلام عليكم. باي باي. عيش سعيد لون حياتك بإيدك. عيش سعيد وشوف اللي في إيدك. عيش سعيد أملك هو جديدك. عيش سعيد يومك هيبقى عيدك. اتفقل وحط كلمتين في روتينك. عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك. عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح. اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح. 24 ساعة ليلي أو أموعك. يلا بينا هنعمل إيه دم دمتك. بص للسما وارفع ايديك حدد هدفك. هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد.